بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تشير إلى صحبة أو صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى بعض ما يمتازون به. وفي سياق حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، من الضروري أن نتطرق إلى موضوع الصحابة والصحبة. من هم الصحابة؟ ما هي مزاياهم؟ ما هو دورهم في انطلاقة الرسالة؟ ما هي نقاط قوتهم؟ ما هي نقاط ضعفهم وأخطائهم؟ هذه قضية مهمة، ولا سيما أن المسألة فيها من بعض الجوانب خلاف مذهبي، فيتعين علينا أن نضع الأمور في نصابها. وكل هذا نأمل التوفيق للحديث عنه، لكن وقع الأحداث في فلسطين الإباء، في غزة الشهامة، في غزة المظلومية، وقع هذه الأحداث يفرض نفسه على كل مسلم، يفرض نفسه علينا. من هنا سأتحدث عن ميزة من مزايا الصحابة تتصل بتكليفنا اليوم، وتطل وتضيء على واقعنا كمسلمين من أتباع هذا الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة مزايا، من جملة مزاياهم ما أشارت إليه هذه الآية المباركة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآية. هذه الآية المباركة والجليلة والعظيمة تشير إلى بعض مزايا هؤلاء الصحابة، وقد استهلت ببيان وبتقرير تلك الحقيقة الإسلامية الكبرى: محمد رسول الله. إنها حقيقة ندين الله بها، نقر بها، تشهد بها ألسنتنا، ونوطن عليها قلوبنا، ونعقد عليها ضمائرنا، ونتصرف في حياتنا على أساس هذه الحقيقة.
وهي أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يكفي أن تشهد للنبي بالرسالة بلسانك أو أن تعقد ضميرك على الإيمان به، بل لا بد أن يكون عملك وسلوكك هو مصدق للسان ولما في القلب. هذا معنى الإيمان. الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان بالقلوب وعمل بالأركان، بذلك يكتمل إيمان الفرد. هذه الآية استهلت ببيان هذه الحقيقة التي نؤمن بها كمسلمين، والتي هي تميزنا عمن سوانا. الإيمان بالله قد لا يميزنا في الكثير من الجوانب عن غيرنا، فكثيرون يؤمنون بالله، لكن الإيمان برسول الله وبرسالته هي الميزة الأساسية التي تميز أتباع هذا الدين عمن سواهم. استهلت الآية بالإشارة إلى هذه الحقيقة، ثم انطلقت للحديث عن أصحاب محمد. محمد رسول الله والذين معه. دعونا نقف عند هذا التعبير، والذين معه. لم تقل الآية والذين اتبعوه، مع أننا نتشرف باتباعه، والقرآن الكريم دعانا إلى اتباعه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي إننا مأمورون باتباعه. لكن الآية التي نتحدث عنها لم تقل والذين خلفه والذين وراءه، قالت والذين معه، أي أننا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نتبعه اتباعا أعمى، وإنما نتبعه اتباعا واعيا، فنكون معه شركاء في صناعة الحياة وفي بناء هذه الحياة على أساس الدين الجديد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظمته وعلى عظيم رسالته يحتاج إلى أعوان، لا يحتاج إلى أتباع عمي صم بكم، يحتاج إلى أشخاص يتفاعلون معه، يسيرون معه، يتحركون معه، ولا يكونون مجرد إمعات لا عقل لها ولا حراك لها. إذن في هذه الآية وفي هذا التعبير في الآية المباركة إشارة عظيمة إلى أن الصحابة الذين اتبعوا رسول الله اتبعوه اتباعا واعيا، فكانوا معه وساروا معه وصنعوا التغيير في تلك المرحلة من تاريخ أمتنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه درس عظيم لكل قائد في أمتنا، لكل قائد كبيرا كان أو صغيرا، أن عليه أن لا يجعل الأمة مجرد أتباع لا تشاركه في الرأي، أن لا يجعل الأمة مجرد أشخاص لا رأي لهم لا حراك لهم، أنهم يؤمرون فيطيعون فقط، بل أن تكون الأمة معك، تفكر معك، تسير معك، تخطو معك إلى حيث الحياة التي يريدها الله ورسوله، إلى حيث التحرير وإلى حيث الانتصار. القائد الذي يريد من جماعته أن يكون مجرد أتباع لن يستطيع أن يسير بهم إلى النصر. إن العبد لا يمكن أن يشارك في صناعة التحرير وفي صناعة الحياة، هو الحر هو الذي يشارك.
الذي يشاركك في عقلك كقائد ويشاركك في خطواتك، هذا يكون لديه حافزية قوية عندما لا تجعله مجرد عبد بل تجعله شريكا معك، هذا يعطيه الحافزية للحركة وللتغيير. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدم نفسه على أنه مسؤول والناس مجرد رعية تتبعه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم تتحملون المسؤولية، كلكم تسيرون مع القائد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. بهذا انتصر الإسلام، وبهذا استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأولئك الذين ساروا معه أن يصنعوا في مدة قصيرة جدا في عمر الزمن، أن يصنعوا أعظم عملية تغيير شهدها تاريخ البشرية. والذين معه، ما حالهم هؤلاء الذين مع رسول الله؟ ما هي صفتهم؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، والذين معه. لكن خل أستدرك شوي معكم لأشير إلى نكتة أخرى بتعبير والذين معه. والذين معه لا تختص بالصحابة، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين معه هو تعبير شامل لكل الصحابة، يدخلون هم القدر المتيقن كما يقال، لكن هذا التعبير شامل لكل مسلم يتخلق بأخلاق رسول الله ويتحرك وفق نهج رسول الله. محمد رسول الله، والذين معه في الخط، في الحركة، في التفكير. لهذا نستطيع أن نقول إن كل واحد منا يمكن أن يدخل في منطوق هذه الآية وأن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يسير على هديه وينهج نهجه. أعود إلى سؤالي، من هم الذين مع رسول الله؟ محمد رسول الله، والذين معه ما هي صفتهم؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أشداء على الكفار. من هم الكفار؟ هذا أول سؤال في هذا التعبير يفرض نفسه، أشداء على الكفار. هناك اتجاه في الفكر والفقه الإسلامي يقول إن الكافر ليس هو مجرد الإنسان الذي لم يؤمن لعدم قيام الحجة عليه مثلا، الكافر هو الجاحد، كل من أقمت عليه الحجة والبرهان وأنكر جحودا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا الإنسان الكافر. ولذلك الكافر في القرآن دائما يأتي في موقع الذم، وصف الكافر في القرآن دائما يأتي في سياق الذم، في سياق بيان أنه من أهل النار، من أهل الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، من أهل الضلال، من أهل الابتعاد عن الفطرة السوية. دائما يأتي وصف الكافر في هذا السياق، سياق الذم، سياق الطرد من رحمة الله كما قلت. فالكافر هو الذي ظهر له الحق وجحد ولم يؤمن به، هذا فيما يرى بعض كبار المفكرين الإسلاميين هو الكافر. وهذا هو الكفر العقدي،
وللكفر جناح آخر. الكفر كفران، كفر عقدي وكفر عملي سلوكي. هناك بعض الأشخاص ربما يشهدون أن محمد رسول الله، لكن سلوكهم هو سلوك الكافرين، سلوكهم سلوك الكافرين. هذا يعبر عنه بالكفر العملي، من يتمرد على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر يعني بترك الحج، تمرد على الله رغم توجه الأمر الإلهي إليه فإنه تمرد على الله. والتمرد أو لي يعني أعبر بتعبير أدق، الكفر، الكفر في روحه في حقيقته يعبر عن الاستكبار، عن العتو. يحدثنا ربنا جل وعلا عن إبليس فيقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبار، الاستكبار هو روح الكفر، الاستعلاء على الآخرين هو لب الكفر. ومن هنا عندما ننظر إلى واقعنا اليوم فإننا نجد أن أمريكا هي دولة الكفر العالمي، حتى لو رفعت فيها المآذن والكنائس ورفعت فيها أصوات المآذن وأجراس الكنائس، لكن هذه الدولة تمارس الاستعلاء والاستكبار على العالمين. أبت واستكبرت، تمثل هذا الاستكبار الاستخفاف بالآخرين. فهم أعني الغرب اليوم وما يمثل، هم الذين يفرضون على العالم كيف يسير وكيف يفكر وكيف يخطط، ومن أبى فله النار وله القتل وله الدمار وله القنبلة الذرية. هل هناك كفر أعلى من هذا الكفر؟ لهذا إذا كنت مسلما ومن أتباع محمد لا بد أن تكون شديدا على الكفار، على المستكبرين، أن تقف في وجه هذا الاستكبار العالمي. هذه حقيقة هذه الآية المباركة، أشداء على الكفار. وإلا البعض يفكر لك أنه إنسان غير مسلم موجود في زاوية مسالم فقير لازم أنا أتعامل معه بغلظة وشدة، لا أبدا. هؤلاء الأشخاص من غير المسلمين، من المسالمين الذين لا يستكبرون ولا يعتدون، هؤلاء نحن مأمورون بأن نتعامل معهم بالرفق، بالمحبة، باللطف، كما قال ربنا جل وعلا: الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم. هؤلاء كيف عليكم أن تتعاملوا معهم؟ هؤلاء ليس عليكم جناح ولا ضير ولا حرج أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، بهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. فالكافر الذي نحن مأمورون لنقف في وجهه، ليس كل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من يعادي من أقمنا عليه الحجة لكنه أبى واستكبر وأراد العتو والظلم، هذا هو الذي نحن مدعوون لأن نقف في وجهه. لذلك كل إنسان مسلم اليوم كما قلت مأمور بأن يقف في وجه الكفر العالمي، أن يرفع صوته، أن يقول كلمة، أن يفعل فعلا، أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تؤيد الظالمين والمستكبرين والقتلة. هذا تناقض، لا يمكن أن تكون من أتباع محمد وأنت لا تحمل شيئا من أخلاق محمد. الكافر يجب أن يرى منا الشدة والغلظة، أشداء على الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
أشداء على الكفار رحماء بينهم. هاي الصفة الأخرى للذين هم مع محمد، لأصحابه وللذين ساروا على نهجه، ونسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء مأمورون بالشدة على أعدائهم وبالرحمة إلى إخوانهم، رحماء بينهم. الرحمة ليست مجرد شعار نرفعه ولا مجرد شعر ننظمه، الرحمة سلوك عملي تحكم علاقتك بأخيك المؤمن والمسلم وأخيك الإنسان. أن تكون رحيما بالآخرين، أن ينبض قلبك بالرحمة لا بالعنف ولا بالعداوة. الرحمة تعبير عن إنسانيتك، من نزعت الرحمة من قلبه فليراجع إنسانيته. أنزعت الرحمة من قلبك يا بلال؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال أو لصحابي آخر عندما تعقبوا شخصا من أعداء النبي بعد انتهاء المعركة، وبالمناسبة هذا الشخص كان من اليهود. لكن انظروا إلى رحمة رسول الله. اثنين من الصحابة تعقبوا رجل، انتهت المعركة هرب طلع لجبل، ظلوا يمشون خلفه حتى وصل إلى مضيق، مكان خلاص مسكر بعد لا قدرة له على الفرار. وصل إليه فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأخذ أحدهما السيف من غمده وقتله وعاد إلى النبي وأخبراه القضية. فقال له النبي أنزعت الرحمة من قلبك؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يقول ظل يكررها حتى تمنيت لو لم أكن قد ولدت. أنزعت الرحمة من قلبك؟ الرحمة منهج حياة مع أخيك، مع أخيك في الدين، بل مع غير المسلمين، فما بالك بالمسلمين؟ الرحمة منهج في الحياة لا يتجزأ. أنت مأمور بأن ترحم حتى الحيوانات، حتى الحيوانات لابد أن نرحمها، فما بالك بالإنسان؟ وهنا يحق لي ولكم أن نسأل المسلمين اليوم، أيها المسلمون، أيها العرب، أنزعت الرحمة من قلوبكم فلا يرف لكم جفن، ولا ترأفون لإخوانكم، لا ترأفون للطفولة المعذبة في فلسطين، لا ترأفون لكل هذا الدمار ولكل كل تلك الأشلاء التي فتتتها شظايا قذائف الاحتلال. أين ضمائرنا؟ أين قلوبنا؟ أين ديننا؟ أين إيماننا؟ رحماء بينهم، أين ضمائركم؟ إذا كانت هذه الجرائم تحرك ضمائركم فلا بد أن تحرك أفعالكم، لأن الرحمة ليست مجرد نبض قلب، بل هي نبض قلب يتحول إلى سلوك عملي. الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أين الرحمة؟ إذا فينا رحمة وين المليار ونصف مليار؟ لماذا لا ينزلون لكنس أنظمة الجور التي تريد أن تحمي هذا الكيان، أن يقولوا قولتهم؟ أتساءل معكم بسؤال آخر أيها الأخوة، أين الحكام العرب؟ إذا لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. قالها سيدنا ومولانا الإمام الحسين لقتلته عندما احتوشوه في أرض كربلاء،
إن لم يكن لكم دين فأين إنسانيتكم؟ أين عروبتكم؟ والله إن عرب الجاهلية أشرف منكم، لأن عرب الجاهلية على شركهم لكن كان لديهم شيء من القيم، كانوا إذا استغاثهم ملهوف يهبون لإغاثته، أما أنتم فيهتز الحائط ولا تهتز لكم ولا يهتز لكم ضمير. لهذا لابد أن ننعى كل هذه العروبة وكل هؤلاء الحكام، لكن المشكلة ليست فيهم، المشكلة في هذه الشعوب التي تنتجهم في كل مرحلة زمنية. إن حالنا اليوم هي على عكس ما أرادت الآية المباركة أن تتحدث عن أشداء على الكفار رحماء بينهم، نحن مع الأسف انقلبت الآية، أصبحنا أشداء على بعضنا رحماء على الكفار. شوفوا بعض الدول العربية الآن ترحم الصهاينة ولا ترحم أبناء جلدتها، وهذا في حقيقة الأمر يشير إلى انهيار فظيع، انهيار فظيع في عالمنا العربي والإسلامي، انهيار اجتماعي أخلاقي اقتصادي سياسي أمني، انهيار فظيع. وهذا الانهيار هو نتيجة طبيعية لافتقادنا لهذه الروح الإسلامية التي أشارت إليها الآية. لو كنا نعمل بهذه الآية أشداء على الكفار رحماء بينهم لكنا أعز أمة في هذا الكون وأشرف أمة في هذا الكون، ولما استطاعت هذه الشرذمة القليلة من أعداء الإنسانية أن تسحق فلسطين وأن تسحق غزة، وهي لن تسحقها إن شاء الله لأنها لا تملك إلا آلة تدمير وقتل، لكن رجالها أشباه رجال، الرجال الحقيقيون هم أولئك المقاومون الذين رغم الحصار والظلم والقهر هم صامدون ويواجهون، وإن شاء الله تعالى سينصرهم الله، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن ينصر إخوتنا في فلسطين وأن يعينهم على عدوهم وأن ينزل عليهم النصر وعلى عدوهم الكبت والخسران والذل، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.